واش الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. شحال وانا غابر عليكم، اكثر من 3 شهور، ولكن رجعت لكم في فيديو جديد. ما كاين غير الجديد ان شاء الله من اليوم. معنا اليوم واحد المفاجاه زوينه، ولكن قبل ما نوري لكم بغيتكم تهبطوا في الكومونتيرات. المهم خديت واحد البيكالا اللي كانت حلم ديالي نشريها وانا صغير، شحال حتى كنبغي نقرب نشريها وشي طرا شي بلان، وكتب لي نشريها هذه المره. المهم واحد البيكالا زوينه، ما نقولش لكم النوع ديالها، تشوفوها في السينماتيك عاد غادي تعرفوها. ولكن قبل هبطوا الكومنتيرات كلكم وقولوا لي شمن النوع. اول واحد غنشوف الكومنتير ديالو وغادي يعرف النوع ديال البيكالا، يكون قبل في هاد الدقيقه هادي فاش كنهضر يكون عارف النوع ديال البيكالا، غندوز الكومنتير ديالو في الفيديو الجاي. ما غاديش نخليكم متحمسين بزاف باش متزربوش تلقاو البوني دوزوا الفيديو وتعرفوا شنو كاين. دابا هبطوا قولوا داكشي ونخليكم مع السينماتيك. دابا الخوت وصلنا لنهايه ديال الفيديو، شفتوا كلشي وعرفتوا كلشي. قولوا لي كاملين الثمن ديالها بشحال، شحال تقامت عليا، حتى انا ما غاديش نقول لكم، ولكن اي واحد قال ثمن صحيح انا اللي غادي نجاوبو في كومونتير وغادي نقول ليه الجواب صحيح.